بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في المساق الثاني الذي أقدمه عبر منصة رواق. اسمي عبد الله صالح غائب زيد، أعمل بوزارة التربية والتعليم باليمن، محاضرا بجامعة عمران لمناهج وطرق تدريس العلوم. بعيدا عن التنظير الأكاديمي، فإن هذا المساق يعد الأول عربيا المقدم أونلاين الذي يهتم بمجتمعات التعلم المهنية، وقد حاولت الاختصار فيه على أهم الأفكار العملية الرئيسية التي يمكن أن تعد المعلم للمشاركة بصورة فاعلة في مجتمعات التعلم، سواء في مدرسته أو في إطار منطقته التعليمية. ويحتوي هذا المساق على 5 مكونات رئيسية: مدخل عام للمادة والمساق، ثم المكونات وهي: أولا، لماذا مجتمعات التعلم المهنية؟ ثانيا، بنية وهيكلة مجتمعات التعلم المهنية؟ ثالثا، بناء فريق مجتمع التعلم المهني الفعال؟ رابعا، ممارسة مجتمعات التعلم المهنية؟ خامسا، بناء فرق مجتمع التعلم المهنية للمناطق التعليمية بشكل أوسع. تمنياتي لكم بالمتعة والفائدة في هذا المساق، وشكرا.